ميسي فو، أخيرا وصلنا إلى منزل الجدة. ها. تفضلوا يا أعزائي، كنت بانتظاركم. تاتي، جدتك تخيفني. تفضلوا يا أعزائي، سوف أنتهي من تحضير الطاولة فورا. مقزز. ها، لا تقلق يا عزيزي. هكذا أفضل بكثير. لنأكل. كم هو ظريف. كم أصبحت كبيرة وجميلة. ماذا تنتظرون؟ هيا تناولوا الطعام قبل أن يبرد. ها، لذيذة جدا يا جدتي. لذيذة جدا، ممتاز، تفضلوا كلوا. ها؟ جدتي، لا أستطيع أن آكل المزيد. وأنا أيضاً. لكنكم لم تأكلوا شيئاً بعد. هيا كلوا. كلوا شيئا بعد. عندما كنا صغار لم نقل لا للأكل أبدا. انظروا إلى أنفسكم كيف أنتم صغار. هيا لنأكل المزيد، سوف تغضب جدتي. لن أكل المزيد، لقد وضع الكلب وجهه في طعامي. إذا لم تأكل المزيد لن تصبح قويا وكبير. ماذا؟ الطائرة قادمة. يا لك من مسكين. في المرة القادمة لن نأتي وقت الغداء هنا. هل ترون نظاراتي؟ ها؟ لنهرب. جدتي من غير النظارات. ساعدوني، أنا عالق. اركض ميسي فو، اركض. هيا، يمكنك فعلها. ها، هنالك صرصور عملاق. سوف أقضي عليك. ساعدوني. توقفي. أولاً صرصور وبعد ذلك جزرة؟ ماذا تفعلون في مطبخي؟ ها؟ ها؟ أوه، نجوت بأعجوبة. أوه، أنا آسفة، لن أجعل نظاراتي تضيع مرة أخرى. أتمنى ذلك. <تصفيق>
اشتركوا بالقناة. والآن نعود مرة أخرى إلى الشيف كوبر. لا 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 لا، قلت لكم ألف مرة عليكم غسل يديكم أولا. حسنا حسنا شيف كوبر. إنه الأفضل. لا لا تلمسها. قلت لك لا تلمسها. لا، البيض لا يفقس هكذا. إنهم غير محترفون إطلاقا. لا لا نقطع الجزر هكذا. لا 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 لا. ميسي فو، أحتاج مساعدتك. حسنا. لا 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 نفعلها هكذا. يا حفيدتي الجميلة، كم أصبحت كبيرة. مرحبا جدتي، سوف آتي لزيارتك قريبا وسأحضر لك مفاجأة. أوه أنا متشوقة، لا تتأخري يا عزيزتي، أحب المفاجآت كثيرا. هل هي فراولة؟ إنها المفضلة لدي. كم هي ذكية جدتي، دائما تحذر مفاجآتي. لنرى. هكذا ستكون مقرمشة أكثر. لا يهم. والآن الطحين. حتشو. لن أستطيع صنعها، أنا لست بارعة في الطبخ. ماذا تفعلين يا تاتي؟ أريد صنع كعكة لجدتي لكنني لا أستطيع. تاتي، أنا بارع جدا في الطبخ، لقد شاهدت جميع حلقات شيف كوبر، أستطيع مساعدتك. من فضلك. حسنا سوف أساعدك. شكرا ميسي فو، سيكون ذلك رائع. مرحبا يا رفاق، هل تريدون اللعب معنا؟ أعتذر منكم يا رفاق، أنا لا أستطيع، أريد أن أحضر كعكة لجدتي. أنا أريد أن أزور جدتي أيضاً، إذن سوف آتي لنحضر الكعكة سوية. حسناً ليلي، سوف تكون سعيدة جداً. أريد أن أصنع الكعكة معكم. ياي. جميعنا جاهزون يا ميسي فو. تاتي، هل تستطيعين تحويل مطبخنا إلى مطبخ شيف كوبر؟ سأكون سعيداً جداً أرجوكِ. بالطبع يا ميسي فو، أبرا كدبرا يتحول المطبخ إلى مطبخ شيف كوبر. واو. شيف كوبر سوف تساعدني. حسنا يا رفاق، هيا أحضر المكونات. حسنا ميسي فو، سأحتاج إلى البيض، الطحين. أسرع أسرع. تاتي ماذا فعلتي؟ لا تقلق شيف كوبر، سوف أنظفك. سقطت بيضة. لا ليلي. انتبه يا سيد مومن. هل تعتقدون أن هذا مضحك؟ هل تعاملون الطعام هكذا؟ عليكم أن تكونوا حذرين أكثر. أنا آسفة يا ميسي فو. وأنا آسفة. أنا أعتذر. الفراولة تبدو رائعة. تعالي إلي أيتها الزبدة. إياك أن تسقطي. الشوكولاتة شهية جدا. يجب ألا تفعل هذا. كل شيء جاهز ميسي فو. حسناً ابدأوا بالطبخ. لا لا لا، عليكم أن تغسلوا أيديكم أولاً. لا نبدأ بالطبخ ويدينا قذرين. لا. إنهم حقاً قذرون. هذا مثلث. لا لا لا، المطبخ ليس للعب. ما الذي حصل لميسي فو؟ إنه حقا غاضب. يبدو مثل ذاك الشيف ببرنامج الطبخ.
حسناً، لنصنع الكعكة. نبدأ أولاً بالبيض. ممتع جداً. تاتي، لا يجب أن نفعل هذا. مسل جداً. أوبس، أنا السيدة فراولة. هذا ممتع جداً يا رفاق. ميسي فو، إنها تثلج. لا، لا تفعلوا هذا في مطبخي. أنتم لا تجيدون الطبخ. لو كان شيف كوبر هنا لغضب كثيراً. ميسي فو، لا يعامل الأصدقاء بعضهم هكذا. لا نريد التعلم الآن. حسناً، أخرجوا من مطبخي الآن. لا أحب ميسي فو العصبي. وأنا أيضاً. لا يهم، سوف أصنعها بنفسي، لا أحتاجهم. أعتقد أنني بالغت قليلاً. لا ميسي فو، الشيف كوبر سوف يكون فخوراً بك. إنه الشيف كوبر، إنه الشيف كوبر. لقد كنت سيئاً. لا، لم أكن كذلك. هذا ليس ممتعاً بدونه. سأذهب لأعتذر. انظروا، لقد أتى ميسي فو كوبر. أعتذر كثيراً، لم أتصرف معكم بشكل جيد. أردت أن أكون فقط مثل الشيف كوبر، ولم أفكر بمشاعركم أبداً. أنا آسف جداً، سامحوني. لا عليك يا ميسي فو، هيا لنذهب ونصنع الكعكة سوية. ها، خذي يا ليلي. خذوا هذه. هل حقا سامحتوني؟ بالطبع يا ميسي فو، لا تقلق بشأن هذا. الكعكة جاهزة للفرن. جاهزة. رائحتها شهية. انظروا يا رفاق، تبدو شهية. لا أستطيع الانتظار. هيا لنأخذها لجدتي. لا تنسوا المشاركة. تاتي تاتي، إنه اليوم، إنه اليوم. انهضي تاتي، انهضي، وإلا سنتأخر على المحطة. حسناً حسناً ميسي فو، لقد استيقظت. تاتي، إنه اليوم، إنه اليوم. ها هي المحطة. بسرعة بسرعة تاتي، سيتحرك القطار. لا تقلق يا ميسي فو، القطار لم يأتي بعد. لا أريد أن يفوتنا هذه السنة. ميسي فو، إذا لم تجلس سوف يفوتنا القطار مرة أخرى مثل كل سنة، ولن تعرف الكلمة السحرية. حسناً حسناً تاتي، سوف أجلس هنا. أشعر بالملل الشديد. مياو. هيا ميسي فو. ميسي فو، أين أنت؟ غريب.
لا تقلق يا دادي. أسرع أسرع يا ميسي فو. لا 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 أستطيع. أسرع ميسي فو أسرع. أمسكتك. لم أتوقع أني سأفعلها. اهدأ ميسي فو، نحن في القطار الآن، ذاهبون للعالم السحري. انظر، ها هو النفق. بالعالم السحري ميسي فو. انظري دادي، الفيلة تنثر الحلويات. افتح فمك. إنها لبيبة. سيحدث عندما تقترب من الأزهار. واو، البشار يخفف. ميسي فو استعد، سنمر من خلال الغيوم العاصفة. سوف نغرق يا دادي، سوف نغرق. لا تخاف ميسي فو، إنها أمطار سحرية، سنستطيع التنفس تحت الماء. الأسماك جميلة جدا. كان ذلك غريب، هذا هو العالم السحري. كيف وصلت بهذه السرعة ليلي؟ لقد ركبت القطار الأول ميسي فو. ليلي، هل تريدين الانضمام لنا؟ أجل. تاتي، هل أستطيع الذهاب لرؤية العالم السحري؟ طبعا ميسي فو، لكن لا تبتعد. متجر القدر، لنذهب ليلي. سوف أذهب لمتجر الحلوى. واو، الكثير من الحلوى. سوف أجرب هذه. أوه، أصبح لوني أزرق. سوف أجرب الحمراء. واو، شكل القلب. ماذا سيحدث إذا تناولت الصفراء؟ أوه، هذا ساخن. سأتناول السوداء لأعود للوني الحقيقي. هذا مسل جدا. ياي، يوهو، ياي. ماذا تفعلون؟ ميسي فو، هل يمكنك أن تجلب لي الهدية السحرية من الغيمة الكبيرة؟ تبدو سهلة. Thank you.
أصبح أصغر. ميسي فو، لقد أوشكت على الوصول. ها أنا قادم. لقد فعلتها، لقد فعلتها، لا أصدق. إنها تذكرة العودة إلى العالم السحري. هيا ميسي فو، سنعود إلى المنزل. هيا لنذهب قبل أن يرحل القطار. إلى المنزل. ميسي فو، هل استمتعت؟ لقد أحببتها. اشتركوا بالقناة واضغطوا الإعجاب.